أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القادم الأول الآخر الباقي بلا تحول، ثم صلاة وسلام سرمدا على النبي خير من قد وعدا وآله وصحبه ومد به سبيل دين الحق غير مدلع، وفعل فعلم بوجوب المعرفة بواجب لله عشرين صفة، فالله موجود قادم باقي مخلف للخلق بالإطلاق، وقائم غني وواعد وحي قادر مريد عليم بكل شيء سميع بصير والمتكلم، له صفات سبعة تنتظم، فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر، وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله، أرسل أنبياء ذوي فقانا بالصدق والتبليغ والأمانة، وجائز في حقه من أراد بغير نسك خافي بالمرض، عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة، والمستعيل ضد كل واجب، فبلغمزنا بحكم واجب تفصل خمسة وعشرين لازم كل مكلف، فهكف وابتنم هم آدم إدريس نور دمع صالح وإبراهيم كل متبع، لوط وإسماعيل إسحاق كذا، يعقوب يوسف وأيوب تدا، شعيب هارون وموسى واليسع، كل كيف داود سليمان تبع، إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغيا، عليهم الصلاة والسلام وآله مدى للأيام، والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم له، نازل عشرين هم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل، هم كنكر وراكب وكذا، عتيد ملك وارد ونتذا، أربعة من كتب نفلها ثرات مستبل مودة تنزلها، زبور داود وإنجيل على عيسى وبرقان على خير الملا، وصوف الخليل والكليم فيها كلام وعمره قد جاوز الستين، وسعى
سميتها عاقلة الأواب من واجبي